مرحبا بكم. يستقبل نادي الزمالك المصري ضيفه الترجي الرياضي التونسي يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا. تعرف على موعد سفر الترجي إلى مصر، ثلاثي يغيب عن هذه الرحلة وثنائي يعود، طاقم كاميروني يدير اللقاء، و2000 تذكرة لجمهور الترجي، وعديد الأخبار الأخرى الخاصة بفريق باب سويقة باش تلقاوها معنا في الفيديو وتابعونا للآخر، وما تنساوش كالعادة دعم القناة. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. يسافر الترجي الرياضي التونسي غدا الأحد 5 مارس إلى الإسكندرية عبر طائرة عسكرية. إدارة الفريق خيرت أن تكون كل رحلات الترجي هذا الموسم في المسابقة الإفريقية عبر طائرة عسكرية، حتى لو كانت المسافات قريبة، وذلك لضمان راحة أكبر للاعبين. بن شريفية جاهز لمواجهة الزمالك بعد أن غادر حارس الترجي مباراة فريقه أمام اتحاد بن قردان ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة التتويج بعد إحساسه بأوجاع حتمت على الإطار الفني تغييره، لكن حالته ليست خطيرة وسيكون متواجد مع المجموعة. غيلان الشعلاني هو الآخر سيكون ضمن حسابات معلول في مباراة الثلاثاء. متوسط ميدان الترجي كان غاب أمام اتحاد بن قردان بعد أن خير الإطار الفني والطبي عدم المخاطرة به في ملعب أرضيته صعبة وهو العائد من إصابة، وبالتالي اللاعب جاهز ولا توجد لديه أي مشاكل صحية. في المقابل معتز الزدام خارج قائمة رحلة القاهرة، حيث خير الإطار الفني عدم المجازفة بلاعب الوسط معتز الزدام الذي يواصل التأهيل بعد إصابته في مباراة اتحاد بن قردان في ربع نهائي كأس تونس قبل أيام، وبالتالي لن يكون الزدام في رحلة القاهرة. وما دمنا نحكيه على غيابات الترجي، الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة أبرز الغائبين بسبب جمعه لثلاث إنذارات، ولا صحة للخبر المتداول عن غياب ياسين مرياح أيضا اللي جمع ثلاث إنذارات. ياسين مرياح باش يكون حاضر إن شاء الله في التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي التونسي. كذلك رائد الفادع وزياد المشموم يواصلان الغياب بسبب الإصابة اللي كانوا تعرضوا لها منذ مدة. في موضوع آخر يخص القمة المصرية التونسية، طاقم كاميروني يدير لقاء الزمالك والترجي. قررت لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي تكليف الحكم الكاميروني تاغاو بلاز يوغين بإدارة المباراة، ويساعد كل من مواطنو إلغيس غاوي كمساعد أول ورودريغو مابيلي مساعدا ثانيا، أما الحكم الرابع فهو أنتونيو زاكا. يذكر أن المباراة هذه ستدور في ملعب برج العرب بعد أن كان مقرر أن تدور هذه المباراة في استاد القاهرة، ولكن الزمالك المصري أو السلطات المصرية قررت يعني لعب هذه المباراة في استاد برج العرب بحضور 20,000 مشجع زملكاوي و2000 مناصر لفريق الدم والذهب. وكما حكينا سابقا أن دخول الميدان لجمهور الترجي سيكون بجواز السفر. إذن متابعين الكرام، حظ موفق لشيخ الأندية التونسية، إن شاء الله مربوحة للترجي الرياضي التونسي. تنقل صعب ماهوش سهل، إن شاء الله الفوز يكون من حليف الترجي، ورغم أنه نقطة وحيدة تفصل الترجي عن المرور إلى الدور المقابل من رابطة الأبطال الإفريقية.